صح تكتبنا في الصيف هي من بين الفقرات اللي تلقاوها أسبوعيا كل يوم من نهار أحد على راديو ميد. وضيفنا اللي دايور كان حاضر معنا قبل نح وقت اللي حكينا معاه كنا نحكيه على الحملة الوطنية لجمع التبرعات. وقتها كنا نحكيه برشا على الكونسنتراتور دوكسيجين، كنا نحكيه على النقص في كمية الأكسجين في المستشفيات. هوني نحكي على ضيفي دكتور قيس رسيسي اللي هو اليوم نلقاه باركونتر في تونس مش في الخارج، واليوم موجود بالتحديد في سوسة. مرحبا بك سي قيس رسيسي على راديو ميد. مرحبا بك، يعيشك، تحية لكل المستمعين وشكرا على الاستضافة. العفو، شكرا لك. سوسة وتقريبا حمام سوسة، تحية لأهالينا اللي قاعدين يسمعوا فينا في سوسة الكل اترافير www.radiomedtunisie.com. جستمون اليوم انت قاعد تشارك في الحملة الوطنية للتلقيح اللي هي يوم 8 اوت. احكينا على الأجواء وحكينا على السنتر دو فاكسيناسيون اللي موجود فيه. والله اني الحقيقه فرحان برشا اني جيت من فرنسا باش نعاضد المجهودات نتاع الزملاء الاطباء والطاقم الشبه الطبي، وتم معناتها الصدف شائت اني نرجع للمعهد اللي قريت فيه وقريت فيه البكالوريا باش نلقح معناتها للمواطنين ونشارك في الحمله الوطنيه هذه. الاجواء نجم نقول لك نظام كبير، صفوف كلها احترام وتباعد. في الصباح عرفنا عدد كبير نتاع مرضى، لكن قمنا معناتها بتنسيق جيد، وخاصه انه المجتمع المدني موجود بكثره، دونك نجمنا نعاون المواطنين ونقوم بتنظيم الدخول للمعهد باش يتلقاو التلقيح اللازمه. وصلنا معناتها فتنا للاوبجيكتيف اللي وصلنا لها في المعهد هذايا يتسماو خارق العاده، اكثر من 3000 مواطن لقحنا لهم على ان اوبجيكتيف كي تي فيكسي بار توت ليكيب او زالونتور دو 4000 4500. يعني توا معناتها اون ديباسي لي 60% ومازالت عندنا العشيه الكل قدامنا. واني الحقيقه فرحان جدا 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 اني شفت اليوم الوطني هذايا ناجح، خاطر مش حتى على الامور التنظيميه حتى على صحه المواطن باش يكون عنده معناتها كونسيكونس اكسترا اوردينير وباش يقوي في المناعه الجماعيه للمجتمع. تري بيان دكتور سيسي، اليوم نحكيو على كما قلت انت معناها لورغانيزاسيون كي ان بو بارتو. الحقيقه حتى مع المراسلين تاعنا عملنا طلنا وشفنا نلقاو كو لورغانيزاسيون كانت هايله وخارقه للعاده. لوبجيكتيف كما قلت انت تقريبا توا نحكيو على ماضي 3 و13 دقيقه تاع العشيه، 60% من لوبجيكتيف اللي فوزافي فيكسي مع بعضكم باش توصلوا له اليوم حتى ل7 تاع العشيه، او بوتيتر فو لو ديباسي. ولكن بوتيتر بالنسبه ليك انت دكتور سيسي اليوم سي اون جورني دي ريتروفاي اوسي، وين تلقى الزملاء وين تلقى الاصدقاء وين تلقى لي بون سوفونير لي كوان دو كلاس، خاصه اذا تحكي على حمام سوسه او تحكي على المدرسه ولا بلوتو ليسي اللي خديت فيها البكالوريا. دونك هذا الكل سي ان ميلونج دو سوفونير اليوم نحكي عليه. effectivement nostalgie كبيره الحقيقه. اول ما حطيت ساقي 7 غربان معناتها نوستالجي كبيره، مي سا دوري او موان معناتها ما فاتتش 15 مينوت، خاطر بار لا سويت كي شفنا معناتها الكوم تاع العباد قاعد تستنى كاو ساي كل واحد خذا البوست نتاعو وتوكلنا على ربي وبدينا نخدمه. لكن فريمون معناتها سي فريمون ان بليزير بور موان معناتها اليوم سي اون جورني وين خدمت وين ياسر فرحان خدمت وحسيت اني قاعد نرجع في الجميل، رجع في الجميل معناتها للبلاد اللي قريت فيها وتعلمت فيها، ورجع حتى في الجميل معناتها العباد اللي كبرت معاهم وعشت معاهم، خاطرني معناتها تولدت في سوسه وعشت في سوسه. هي تونس الكل صغيره، لكن كل واحد عنده هكا كيما نقولوا زنقه صغيره وين كبر وتربى. اني فرحان جدا اني رجعت باش نعاود المجهود نتاع زملائي، وعرفت اليوم زملاء معناتها قريت معاهم حتى في كليه الطب في سوسه. الحقيقه معناتها اجواء خارق العاده خارق العاده، ما نجمش نوصفهم لك بالكلام. تري بيان، اليوم نحكيو زاده على التو اللي كنت حكيت عليه قبيله شويه، البورسنتاج اللي خلطوا له. اسكو عندك فكره اليوم قداش تقريبا ولا بلوتو جوسكا لور اكتيال قداش وصلنا النسبه التلقيح؟ احنا دون فاسون ناسيونال قاعدين نشوفوا معناتها في دي ستاتستيك بروبابلومون صحاح، فهمتني، خاطر لي سورس نتاعهم صحاح. فتنا 220 الف تلقيح على شيل ناسيونال اللي هو خارق العاده، خاطر اليوم اذا وصلنا لقحنا 300 ولا 400 الف مواطن راهو معناتها مش شويه، راهو ما يقارب معناتها ان بورسنتاج اسي كونسيكون بارابور معناتها توت لا بوبولاسيون في نهارك هاو، وما عندناش اكسبيريونس. بون صارت لنا اكسبيريونس ما نحبوش نرجعوا عليها، فشلت للاسف. لكن كيما نقولوا هذه اول مره معناتها سور بلون براتيك تنجح معناتها سيت انيشيتيف. ثاني حاجه على شيل كيما نقول لك لوكال كيما احنا تو في حمام سوسه اون سي فيكسي ان اوبجيكتيف معناتها ما يقارب تاع 4500، تو فتنا 3000. يعني اللي نجم ناكدوا لك من ارض الميدان انه النسق نتاع التلقيح خارق العاده، والطريقه اللي معناتها لو ديغولمون دو سيت جورني تيمواني معناتها انه نجحنا. سي سي بون نجحنا في اليوم التلقيح اللي كنا خايفين منه، خاصه بعدك اللي صار. ايوه
الامور ما مشاتش فيها مليقله. اليوم النجم ناكد لك انه نجحنا بتضافر كل المجهودات الدوله حتى تيدها في يد المجتمع المدني في يد المواطنين. وهيك شفت معناتها لو ريزولتا يعني ناكد لك معناتها حاجه اكسترا اوردينير. Très bien, magnifique, n'a pas de barche, je vais te faire un peu de juste une dernière question avant de nous quitter. Habitna, c'est le Kulium, est-ce que le Jaïe est un programme ou est-ce que le programme sert qui fait que le Haïti est un terrain? اني جي بروغرامي معناتها الجايه هذه دوبوي 3 سمان. نحن المجتمع المدني اللي انستالي برا وخاصه الاطباء والطاقم الشبه الطبي اللي خرج من تونس لبرا معناتها كيما حكيت لك المرات مش معناتها نو افون كيتي لو بي مي خرجنا بور دي فورماسيون دي ديبلوم دي سو سبيسياليزاسيون. عملنا اون انيشيتيف سميناها جو كونتريبي فهمتني وجو كونتريبي هذه تحط انت وقتاش ديسپونيبيليتي نتاعك وقتاش تروح لتونس معناتها بور دي فاكونس ولا اي حاجه واذا تنجم تعاون كوزا سوا في الكونتينيتي دو سوا معناتها في البيرمانونس يعني تشد ديغارد مثلا انا شكون شد ديغارد في لوبيتال دو كومباني في القروان والا تنجم تعاون في الحمله نتاع الفاكسيناسيون كيما اني اليوم معناتها قيدت اسمي صافي 3 سمان وجيت اليوم معناتها ونوسوم لو 8 اوت اخترت وين باش نعاون ولو تروازيام فولي دو سيت انيشيتيف هي لا سونسيبيليزاسيون اللي قاعدين نخدموا عليها اترافير دي ويبينير ودي ويبينير دو فيلغاريزاسيون ميديكال. دونك اني نستقت الجايه نتاعي صافي 3 سمان روحت صافي 2 سمان باش نقوم بالحجر الصحي الذاتي ونعمل معناتها لي دو بي سي ار وما نعرف حتى حد الخطر وتون ساشون اللي كنت معناتها لقحت من شهر جوان واليوم معناتها جيت روحي قمت بامور اداريه معناتها في قيادة روحي معناتها سولون لي سيركوي معناتها اللي معروفين لي سيركوي معناتها اللي حطتهم وزاره الصحه وتم استدعائي رسميا في المعهد كما قلت لك معناتها شاهد الاستضافه اللي نجح المعهد اللي قريت فيه. Très bien. شكرا ليك دكتور سيكسي بالتوفيق ليك ولا ليكيب الكل اللي معاك تحياتنا زاده كيف كيف دكتور شيلي اللي هي معاكم ديما في الاورغانيزاسيون بون كوراج بون فون اي ا تري بيانتو و بيان سور ان شاء الله منا لا 17 ناخذوا لو ريزولتا لي ستاتستيك الكل الموجودين كي نحكيوا على الحمله الوطنيه للتلقيح تاع ماضي 3